قصص عربية. أرض الإيموجي. مرحباً في أرض الإيموجي، عالم صغير وغريب تعيش فيه الإيموجي. هذا مبتسم، وكما تعرفون إنه مبتسم دائماً. أنا حزين جداً. أنا أتفهم. لا أظنك تفهمني. هذا يحزنني أكثر. وهذا هو. لماذا اليوم جميل هكذا؟ أهلا غاضب، تبدو وسيما أكثر. شكرا لك. لا نحتاج إلى أي تقديم لهذا، وهذان هما الأخوان ضاحك، الضاحك العادي وأخوه الضاحك المائل. أنا حزين جدا. أخبرنا ما الذي يحزنك. هذا يحزنني أكثر. ومعنا المزيد منهم. هذا هو المحتفل. أنا حزين جدا. هيا نحتفل. وهذا هو النعسان. أريد أن أنام بشدة. هيا نحتفل. وهذا هو المريض. أنا أشعر بالأحمر. برد. هيا نحتفل. كما ترون الإيموجي مثل أسمائهم، وهم سعداء بما هم عليه، ولكن السؤال ماذا يفعلون بالضبط؟ سوف نرى. أنا حزين جدا. هيا نحتفل. هل اليوم هو الجمعة؟ نعم. لا عجب أن محتفل مشغول. في أول الأسبوع أنا وأنت سنكون منشغلين. هيا نحتفل. لا 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 يوم الجمعة. لا 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 إلا الجمعة. لماذا أنت قلق هكذا؟ يعني بغض النظر عن أن اسمك هو قلق بالفعل. توقف عن هذا الهراء. إنه محق، العم سوف يمر من هنا اليوم. نعم، إنه يرقص بغرابة شديدة. أهلا بالجميع. إنه الجمعة. وبعض الإيموجي لا يحتاجون لتقديم، ويوم الجمعة تأتي الملكة لكي؟ نعم، هذا ليس مهماً. إنه يوم الجمعة بالفعل، هيا نرقص، الجمعة هو الأفضل. الجميع يحبون الملكة، وخصوصاً أصدقاؤها المقربون. حسناً. العم واقع في حب الملكة، وهذا كان معروفاً للجميع. هيا نرقص. ولم يتدخل أحد في هذا، إذن هذه هي وظيفتهم، توصيل فكرة أو شعور بشري بأبسط طريقة. كانت الأمور جيدة إلى أن هناك تحديث للنظام. ماذا؟ تحديث للنظام؟ لا! انتشرت الفوضى في كل مكان بمنتهى السرعة، وأصبح الجميع يتحركون بلا هدف. تحديث النظام لا يعني شيئاً للبشر، ولكن للإيموجي هو يعني التغيير، وكانوا يخافون التغيير. فتحديث النظام قد يسبب الكثير في هذا العالم. فمثلاً مع تحديث النظام قد يتغير شكل الإيموجي قليلاً وأحياناً كثيراً، ويظهر إيموجي جديد، وأحياناً يختفي بعضهم للأبد. ولهذا هم يخافون هذا التحديث، ولكنهم لم يعرفوا أن هذا لم يكن كل شيء. في الواقع أمر فظيع سوف يحدث، ظنوا أنه تحديث للنظام ولم يكن هكذا.
أنا لم أرى تحديثاً مثل هذا، هناك أمر غريب. نعم، هيا نحتفل. لا يوجد داعي للاحتفال. تغيرت السماء للأحمر وانطلق الإنذار. انظروا، هناك إيموجي ينزلون من السماء. والسماء ستنهار. من يكونون إذن؟ كان العم هو أول من فهم الأمر لأنه يملك الكثير من الخبرة. هذا ليس تحديثا جديدا للنظام. أظن أن صاحبنا البشري ضغط على رابط ملوث. إن هذا فيروس. نظر الجميع إلى حصان طروادة الذي يحمل الفيروس ونزل من السماء. لا أصدق، إنه حصان طروادة. لا أصدق، ماذا حدث لهاتفي؟ انتشر الرعب في أرض الإيموجي. لكن الحصان لم يكن مهتما وكان يتجه نحو قلعة الملكة ويبعد أي شخص يحاول إيقافه. لا، إلا ملكاتي. ونبت صبار أحمر في كل مكان يمر به. توقف مكانك، توقف وإلا سوف نقوم. لكن لم يكونوا في قوة هذا الحصان الذي استمر في طريق القلعة وحطم الجدران ودخل إليها. ماذا؟ ما الذي يحدث؟ هاتفي. فجأة ظهرت صبارات عملاقة في كل مكان وحطمت جدران القلعة. لا، أوه. وهكذا تمت الإطاحة بالملكة تماما. ملكتي، هل أنت بخير؟ آسفة لأني لم أحميكم. لا تقلقي أبدا، سوف نهاجمه معا. نعم، أعطينا الأوامر فقط. يا ضاحك، هل أنت بخير؟ وعندها بدأ الجميع الواحد تلو الآخر يتحولون إلى الأحمر وتغيرت وجوههم تماما. ماذا؟ ماذا يحدث؟ شاهدت الملكة والجميع يتحولون لشيء آخر ويسرعون نحوها وكانوا غاضبين جدا وبدأوا في مهاجمتها. ماذا؟ لا، يبدو أن هناك فيروس دخل للهاتف. فيروس؟ هل فتحتي بريداً مشبوهاً أو ضغطت على رابط غير معروف مثلاً؟ لقد ضغطت على رابط من صديق، وما المشكلة؟ لقد هاجم نظام التشغيل. رجاءً، رجاءً، أنا ملكتكم. لا، لا نعرف أي ملكة. لدينا قائدنا، إنه حصان طروادة. هاجموها. وبينما يستعدون للهجوم عليها انشقت السماء مجددا ونظر الجميع للأعلى. ماذا يحدث؟ لقد حملت مضادا للفيروس. وما اسمه؟ النمر قاتل الفيروس. شاهد الجميع ومعهم الحصان النمر وهو ينزل ويزأر بصوت مخيف. اهجمه. أسرع الجميع نحو النمر وبضربة واحدة من يده اهتزت الأرض وبدأ الصبار الأحمر يختفي وبدأ الإيموجي يطيرون في الهواء. الملكة كانت معه. ستعاقب يا دخيل. بل أنت دخيل هنا، سوف أقضي عليك. انقض الحصان على النمر بمنتهى القوة وانطلق النمر كذلك وهو يزأر بشدة، بينما الإيموجي في الهواء لونهم كان يتغير وكانوا يعودون لطبيعتهم ثانية. كان النمر قويا ولم تكن هناك فرصة للحصان. ضربه بمنتهى القوة وسقط الفيروس على الأرض وانهار. وبعد نهاية المعركة عاد كل الإيموجي إلى طبيعتهم الأولى مجددا وهبط الجميع على الأرض وتغيرت السماء إلى الأزرق ثانية. نعم، انتهيت. لا تقومي بإزالة النمر، سيقوم بحماية الهاتف. أشكرك بشدة، فلتستمتع بالإجازة. أنت أيضا. من تكون؟ ملكتي، أنا هنا لأحميك وأحمي كل هذا العالم. شكرا جزيلا لك. لا واجبي. والآن عادت قلعتك. هيا نحتفل. أصلا
أصلحت الهاتف، سأحتفل بالإيموجي المحتفل. وهكذا عاد كل شيء لطبيعته مجدداً، وقام الإيموجي بأفضل مهمة يجيدونها، التعبير عن فكرة أو شعور بشري بأبسط طريقة. ولقد تأكد النمر من حماية هذا العالم، وكان الجميع سعداء فيما عدا حزين. أنا حزين وغاضب. أنا غاضب بشدة ومريض. أنا أشعر بالأحضر. برد. هيا نحتفل. إنه يقول هذا دائماً.